إيران تتسبب بأزمة بين الحليفين. فجأة ودون مقدمات، إسرائيل تلغي زيارة وزير دفاعها إلى واشنطن، والأخيرة منزعجة وتشعر بالإحباط. فماذا يحدث في الكواليس؟ صحيفة وول ستريت جورنال أكدت شعور الإدارة الأمريكية بالإحباط بسبب عدم إفصاح إسرائيل عن تفاصيل خططها الحقيقية والجاهزة بالفعل للهجوم على إيران، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أبدى انزعاجه الشديد لعدم التنسيق معه بهذا الشأن. الإحباط الأمريكي زاد مؤخراً، فهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها إسرائيل منفردة دون تنسيق مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق أن نفذت عمليات عسكرية كبيرة في غزة ولبنان وأبلغت عنها واشنطن بينما كانت الطائرات في طريقها للتنفيذ. الصحيفة قالت إن إلغاء زيارة يوآف جالانت إلى واشنطن في اللحظات الأخيرة ربما بسبب خشية تل أبيب من ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً عليها لاستبعاد بعض الأهداف كالمنشآت النووية والمواقع النفطية مثلاً. كذلك كشفت صحيفة يديعوت أحرانوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أن يمنع جالانت من السفر إلى واشنطن هاجمه واتهمه بأنه يسافر سراً وفي زمن الحرب دون مراجعته. وتخشى إسرائيل أيضاً من تسريب خططها إلى وسائل إعلام أمريكية، وبالتالي قد تأخذ طهران احتياطاتها أو تلجأ إلى ضربات استباقية. ومع ذلك يعتقد مراقبون أن إسرائيل لا غنى لها عن مساعدة الولايات المتحدة إذا ما شنت هجوماً كبيراً على إيران. فهل يؤثر الموقف الإسرائيلي الأخير على الدعم الأمريكي لتل أبيب؟